الحمد لله. محمد، احنا اكيد سعداء بيك جدا، بس خلينا نرجع كده مرة تانية لورا شوية. انت من بعد ما كنت عندنا الحمد لله تأهلت للأولمبياد، وعايز اعرف الرحلة في الأولمبياد لغاية بعد كده لما وصلت بقى عندنا والبطولة دلوقتي وغيره. اتفضل. واتأهلت قبل بس كان بفترة طبعا. كانت كويسة يعني، بس للأسف يعني أنا لعبت ماتش كنت بلعب على إصابة وخلصت، بعد كده عملت أشعات وكده، كانت الإصابة طلعت قوية جدا، فقعدت حوالي 5 شهور 4 شهور بتعالج قبل الأولمبياد، فما روحتش يعني قبل بأحسن حاجة. الاولمبياد اصلا انت كنت بتتعالج قبلها، فانت رايح مصاب. يعني بالظبط انا يعني بدأت اشتغل كويس قبل الأولمبياد بالظبط بشهرين، لكن كل المدة اللي فاتت دي كلها كانت إصابة قوية وأنا لعبت عليها عشان أتأهل، وتأهلت بس ما كانت إصابة أقوى مني شوية يعني. اوكي. وخلصت ورجعت بقى، خدت مثلا اجازه شهر مثلا وبدات اتمرن تاني عشان السنه دي في بطوله عالم ودي اللي بركز عليها يعني، والحمد لله لعبت الجمهوريه اللي فاتت وعملت رقم كويس برضه قريب جدا من التاهيل ان شاء الله. كويس جدا. طيب بطولة الجمهورية بقى برضو هي يمكن مش البطولة الفظيعة يعني، بس هي بطولة كويسة جدا، وانت برضو الحمد لله حققت فيها حاجة محترمة. خلينا برضو نروح للكواليس بتاعتها وبعد كده الاستعدادات للي جاي. طبعا هي يعني بطولة الجمهورية طبعا جاية في وقت صعب شوية اللي هو شهر 12 ده، يعني عادة ده مش الوقت بتاعنا يعني، احنا بنلعب طول شهر 3 وشهر 7. طب اشمعنى دلوقتي معمولة؟ علشان كان يعني قبل الأولمبياد كان كله مركز على التمرين أو أكتر أو كده، فأجلوها لبعد الأولمبياد عشان يبقى في وقت يعني، وبعد كده في انتخابات حصل في الاتحاد وكده، ف كل ده خد وقت يعني. ما كانش ينفع تأجل أكتر من كده خلاص. لا ما ينفعش، بس هو يعني المفروض إن هي تلعب في شهر 7 مثلا، فلعبتها وانا اصلا يعني بلغه التمرين يعني محمل يعني، لو اصلا المفروض ما العبش دلوقتي يعني، والحمد لله الرقم كان كويس يعني، ده دفع للي جاي ان شاء الله يعني. كويس جدا. خلينا نعرف برضو كم لاعب شارك، الكواليس هناك كانت ازاي؟ يعني انا محتاج اعرف منك الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش على دي الشاشه. الجمهوريه وبرضو عايز اعرف، معلش انا الاولمبياد برضو مهمه جدا، ان احنا يعني ناس تاهلت وناس من عندنا ما تاهلتش، بس احنا ما نعرفش الستوريز اللي ورا القصص او يعني ورا الموضوع، فبرضو كلمنا نبدا بالاولمبياد وبعد كده ببطوله الجمهوريه. هو تقيل الاولمبياد بيبقى فيه حاجتين، يا اما اكون مثلا من يعني جوه احسن 32 واحد على العالم، يا اما بعدي رقم، بس هو عاده بيبقى اصعب رقم يعني، بعديه وبتاهل، والاثنين يعني تو ويز بيوصلوا عادي جدا، فانا اتاهلت بالرقم على طول يعني. كويس جدا. في ناس عادي اتاهلت بالرانك، بس الكل بيلعب عادي، بس اهم حاجه اكون جوه احسن 32 على العالم يعني، ده تاهيل الاولمبياد. في الجمهوريه عادي اعتقد يعني احسن 2 في كل نادي بيلعبوا، في اعتقد في تصفيات الصبح والفاينل 8 او 9 يوم. هو